تمرين البطن بعد التمرين او بعد الكارديو بتاعك، اول حاجة هنبدأ كرانش 3 مجموعات لكل تمرين في 12-15 عدة على حسب ما تقدر. بعد كده هنقوم عاملين الفي سيت اب ونعمل بايسيكل كرانش برجلينا وايدينا مع بعض. لو مش بنقدر نعمل التمرين او مش عارفين نعمل التمرين، نقدر نبدله باي تمرين او نشغل جزء واحد من يا اما رجلي يا اما صدري. بعد كده هعمل ريفرس كرانش بالطريقة اللي قدامك ديت، وبعد كده في سيت اب بالشكل ده لكل تمرين او لكل مجموعة، يعني 3 مجموعات في 20 عدة، 25 عدة، على حسب ما تقدر. بعد كده التمرين اللي بعده هنعمل التمرين الاهم والاحسن، اللي هو يعتبر من احسن التمارين للكرانش، لانه مش بيشغل معايا الرجل خالص، بيفصلها. فنقدر نتمرن التمرين ده 3 مجموعات، وبعد كده نعمل ريفرس كرانش تاني. هيكون التمرين عبارة عن حاجة اسمها السيركات. السيركات يعني هتمرن كل التمارين مرة واحدة لكل مجموعة، وبعد كده بعد ما اخلص الثلاث او الاربع مجموعات هبدأ ارجع اعيد السيركل تاني او المجموعة تاني. تمام، بعد كده نتمرن التمرين اللي هو توك اب، بعدين نتمرن في سيت اب بالشكل اللي قدامك ده. مش لازم تعمل كل التمارين، ممكن تاخد من كل تمرين مجموعتين لو انت لسه مبتدئ.